على فقرة هكاية كنت تسمعوها معنا باللحظة. تلقاها معنا اليوم بالسبت بما أنه غدوة ويكاند على كيف تعرفوا غدوة الموعد باش تكون مواكبة خاصة لديوان أفام اللي تتجند أكيد كما في الدور الأول في الدور الثاني. غدوة مواكبة على طول النهار تلقاها معنا في أصباحنا غدويكا على ديوان أفام بالنسبة للدور الثاني للانتخابات التشريعية. ولذي بعض الفقرات اللي تلقاها معنا وتسمعوها معنا باللحظة تلقاها معنا اليوم الصباح بال سبت توت سويت. الو اغرو. الو الو اغرو. ايوا اليوم باش نحكيو على تربيه النحل. فرحانين باش نحكيو في المجال هذايا مع قصه نجاح حلوه برشا. هاله ابو بكر فلاحه مربيه نحل معنا في المباشر تحكينا على الباركور نتاعها وبعض النصايح اللي انتريسي بالموضوع. صباح النور، مرحبا بيك، نحييوك يا لاله. اهلا وسهلا، تحياتي ديوان افام. صباح الورد. مرحبا. شكرا للي فيه بتاع ديوان افام الكل، هو من اكثر الراديوات اللي متابع خطواتي ونجاحاتي البسيطه. تحيه ليكم اول حاجه. يفضلك. عسل. يفضلك. انا هاله ابو بكر، عمري 26 سنه. بديت بروجي نتاعي تربيه النحل بتحدي بالاساس على خاطر انا عندي حساسيه من تربيه النحل ومن القرص نتاع النحل ومن الحبوب اللي صح ومنتجات النحل. اولا تحديت روحي اني نخدم البروجي هذا وننجح فيه، معناها بدا بالاساس كتحدي والحمد لله انتصرت اول حاجه على روحي. بديت نداوي في روحي ثم النحل، عندي حساسيه من ثم النحل ومن فلان. وكيفاش عملت؟ داويت روحي، بديت نقرص في روحي بالنحل بشوي بشوي. بعد من القرصه ذاك سمعت انه اذا بقينا، معناها انا كنت كيما الناس الكل عرفت من الحل نقرص به واكهو، سمعت انه اذا باش نواصلوا بالطريقه هذه باش ينقرض النحل. كل واحد كان يسد بيت في جمعتين ولا ثلاثه يقرص يقرص، معناها هو باش يحمي روحه اي، لكن باش يخلي كالحشره ذيك المباركه اللي من غيرها ما نجمو نعملوا حتى شيء. هو النحل راهو كل شيء، راهو باش ينقرض، أنا 10 15 سنة أخرين ما عادش نقول نحل. يلا يلزمني نعمل حاجة. بديت نعمل في اللي ريشيرش نتاعي بسم الله. بديت هاني معك هاني معك، مرحبا بك يا هيلة مرة أخرى. احنا حابين نتعلموا منك شوية، وإذا واحد يحب يولي مربي نحل هل يلزمه يقرأ، هل يتعلم، كيفاش، هل ثم أقبال من الشباب على الميدان هذا ولا لا؟ السناء قريت ممكن 300 شاب. أنا فرحانة بعام 2022، معنا أي دربتهم أقبال بتاع شباب به قبل 19 و20 21 لا تلقاهم كبار ورجال، حتى نساء وشباب اكثر. ثم اقبال، ثم شكون يجي يقول انت غرمتني بالنحل، ثم شكون اللي بوه ديجا عنده نحل ويحب يواصل وما لقاش كيفاش، معناها ثم برشا لكن ثم اقبال في 22 اكثر. بديت البروجي نتاعي هكا، سمعت اللي ثم قالت استخراج سم الحل بدون قرص الحل في العالم موجوده، في تونس ماهيش موجوده في 2018، توا ولوا يجيبوا فيها من برا يشروا فيها. معناها بديت بشوي بشوي نخطط بشوي بشوي، عملنا آلة صغيره انا وخطيبي وصاحبه وسام، تحيه ليهم. عملنا آلة صغيره نستخرجوا بها في سم الحل. المرة الأولى نجحت، لكن ما عرفتش المود كونسيرفاسيون تاعها كيفاش. بديت بشوي نتعلم وبديت نقرا، ومن بعد في المؤتمر 2019 نتاع نابل تكرمت عليها من الدكاترة الكبار وليت نقرا ودخلت في الدومين بقوة بقراية مع دكاترة. بديت في المجال هذاك والحمد لله نجحت إني نطورها، ونجحت إني نكون أول امرأة عربية تستخرج سم النحل تصنع آلة تاع سم الحل. بدايتي تحدي ومواصله فيها باذن الله، شركه صغيره ان شاء الله تاع استخراج سم الحل وتحويله لمواد تجميل.
ما شاء الله عليك، معناها البروجي هاو كبر ولا بروجي ما اكبر وتبارك الله، معناها واحنا متابعينك. انت قلت قبيله شويه على ديوان اف ام، ذكر عملتي اللي صارت هكا حادثه وحكيت لنا عليها في ديوان، ووقت تعرض النحل نتاعك للدواء بعد ما قاموا بالمداوات بالطياره، من شنو صار في الموضوع هذا بالضبط؟ مش طياره، اثنين عاديه داوي، لكن مشروع كامل تحت الماء في لحظه. شيء يقول له في لحظة ما صار حد شيء غير أني زدت قويت وحبيت نتحدى الناس اللي شمت شيء نكسر الأقل، وحتحديت روحي بس ما نبقاش نبكي في الأسلاك. أي وعاوت من المصفر الطفلة اللي تبكي خسر برشة داولة الثورة ذيك، حبيت من الدمعة ذيك تكون انتصار، والحمد لله حكيت علي الجمعة اللي فاتت سونيا انه من الدمعه هذيك ولات انتصار. ما شاء الله، انا فخوره بروحي في اللحظه هذه، الحمد لله، مش غرور ولا حاجه، لكن بالرسمي فخوره بروحي كيفاش وصلت. معناها راهي صعيبه على الاخر انه تكون ماشي بخطوات بسيطه وبادي بقرض وسنين، انا ما خلقت هذوك قروضات وما زلت نقرا معناها في الفاس، وقتها قلت البابا عطيني عام من عمري، معناها مش هي سهلة، حبيت نخرج الهالة اللي فيا، كي مات نحلي تقهرت كيفاش ما نبينش روحي، معناها انا خاطر وعدت بابا انا عندي كلمة معناها مصرة، وعملت من ضعف قوة، صحيت يلزمني نرجع، ما عنديش حتى حل اخر، يا ننجح يا ننجح قدام روحي وقدام بابا، معناها ما خرجتش لبرا الحق. اي وخذيت وعد على روحك. اي الحمد لله بديت رجعت بشوية، ما بقيتش هالة نتاع 19 فيفري 2021 اللي بكيت على نحلها، واللي لا حسيت في مخي اللي يلزمني نرجع، والحمد لله رجعت وسمع بإذن الله باش نرجع أقوى. وكما قلت أنت وليت أول امرأة عربية تونسية تتحصل على براءة الاختراع هذه الآلة اللي حكيت لنا عليها، هك تدرب في ناس أخرين وتحكي وإذا علاش لي تغرم ناس بالغرام نتاعك ويحلوا مشاريعهم زادة ويعملوا على رواحهم وما يقعدوش يستناو، وهذا اللي حبينا نزيدوا نوهوا به في ألو أجو. وبعد نسألك سؤال خطير اللي لسه كل تعرفوا، ما كيفاش نفرق بين هذا وهذا والعسل الحر ومش حر، هذاك نحكي لك الأكيد اللي يسمع فينا الكل ماذا بي ديما، فمشي حاجة أخرى، فمشي أستوس جديدة، فمش أما في هذا الكل نحبوا للناس اللي تسمعنا قولوا لهم راو ممكن راو إذا كان قادم على مشروع من نوع هذا، راو فما شكون معاك وشكون يدربك والدولة ماهيش مهمشة لها درجة القطاع هذا؟ لا مش مهمش برشا، لكن زادة مش ماخو حظه مش طيارة. لا مش ناخذ حظ بارابور بارابور القطاعات الاخرى، مش ناخذ حظ برشا، لكن اثناء ولت الحق، علاش كل اللي حق حقه واحد يعني اثناء ولت الادارات تشجع الشباب اللي منخرطين ومنخرطات في المجامع، وانا مش نحكيها كرئيس مجمع امل برج العامري، اي شاب ولا شابه منخرطه في المجمع عندها الحق في كريدي من البي تي اس، يوصل قديش الكريدي؟ 20 مليون. 20 مليون. تخلص يتخلص بعد عام وعلى مدة 7 سنين، تود انتيري طايحة الأخر، ومع منحة من الدولة. هذه مرسوم جديد اللي حفظته، واللي الإدارات وصلهم الرؤساء المجامع، وأنا بدوري يلزمني نوصلها للشباب المنطقة. هذا اللي حبيت تقوله على القيلة وتوصل كلمتك للناس اللي تسمعوا، المهم تآمن بروحك كما آمنت هيلة بروحها. هذا هو باهي الانخراطات، باهي الانخراطات في المجامع التنموية راهي فيها برشا تعاونك، فيها برشا يعاونوك برشا. كانت حكاية القروضات مع المجامع، لكن توا دخلت جديدة، وهذا اللي تنجم تستغلوه أي شاب يسمع فينا، وإحنا حبينا الساعة هذه نحكيو فيها برشا على الشباب اللي يخدم واللي يعطي واللي يأمن بنفسه، وإذا كان تقدم راهو توصل، هذا هو اللي نجم نقولوه، مش قاعد في الدار وتقول ما فماش. السؤال الخطير هكا هو جاي وقته يا هلا.
العسل الحر وما أدراك. كنت ماشي في ثنية قديش من واحد ترى في طرقاتنا التونسية بتباع في وقت هذية اللي يتباع فيه النحل ساعة تبقى على كل ألوان الكلها وأخضرها وبرتقالي شوية وأحمرها. المهم كيفاش نعقل العسل الحر من اللي ماهوش حر؟ الغشة كيفاش نجم نتفاديها؟ فماشي حاجة جديدة في الموضوع. بالنسبة لحاجة جديدة ما زلت ما اكتشفتهاش، لكن عنا برشا طرق. نحنا ديما كي نقرا مع المغاربة والجزائرية تحية ليهم يشوفوا علي يقولوا لي هنا نتاع اليدين، معناها أنا نحنا عنا كالطريقة ونحنا كنا نعملوها قبل، نصبوا العسل في دينا ونبدو نمسحوا هكا، كان كيما البوماد معناها راهو عسل مريقل وجو باهي، كان يتلبط يقول لك سكر 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 ما ناخذوش. ثم شكون اللي يشربوا يقول لك كان حرقني في 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 الكراش راهو حر، كان ما حرقنيش راهو سكر. فما شكون اللي يحرقوا؟ فما اللي بالتراب، وفما وقت اللي هذه كلها بعد دراسات معمقه بالنسبه لي انا وبرشا ريشيرش ومع القرايه مع الدكاتره اكتشفنا انه نسبه الجليكوز هي اللي تفرق بين العسل. هو كله عسل حر اذا خرج من النحله، اذا خرج من النحله راهو عسل حر. وقتش ولي مش حر؟ وقت اللي تدخل فيه الايادي البشريه، كي نعمل انا شحور فوق الغاز ونخلطه، كي نجيب العسل الاسود ونخلطه، كي نجيب الجليكوز نتاع الجاتو ونرده شو اسمه شحور ونخلطه مع العسل، وقتها يولي مغشوش. لكن اذا خرج من النحله راهو ماهوش مغشوش. علاش؟ على خاطر ثم نسبه جليكوز، ثم نسبه فريكتوز، ثم نسبه مالتوز وسكروز، هذوما ما تعرفهم كان بالتحاليل. ايه عاد انا ما نجمش نحلل وقتها، ما يلزمني نفهم شويه على الاخر. يلزمك تاخذ من عبد تعرفه. هذاك هو في الاخر. من الاخر يلزمك تاخذ من عبد تعرفه. خاطر الطرق ولات مختلفه هكا ولا ليه؟ صعبت العمليه. هل صحيح معناها يعلفوه على السكر زاده باش تطلع على النسبه ولا هكا؟ يتعلف في الشتاء. يتعلف في الشتاء نحل وقت اللي ما فماش المرعى. علاش؟ على خاطر الملكة ترقد. تعرفوا شنو معناها الملكة ترقد؟ معناها ما عادش فما بي، معناها ما عادش فما جيش. باش ندخل الربيع نتاعي انا يعني باش ندخل ب 10,000 شغالة؟ أقل حاجة يلزمني 60,000 شغالة باش أنا نمشي نكري في سليانة ولا في أعز بلاصة في الكيف ولا في بنزرت ولا ننافس المراعي نتاعي. داخلة بخلية فيها 10,000 و15,000 تجيب لي 200 جرام وانا صرف عليها ترانسبور وماشي وجاي. معناها فما حاجات راهو يلزم النحال يعرفها. زاد ما نعلفش على طول العام، ثم مده تاع علفه اللي هي نوفمبر وديسمبر هكا العلفه المكثفه ما فماش عسل. لكن انا باش نحمي نحلي، انا باش نحمي نحلي في الوقت هذاك. بعد اذا انت بديت تعلف وبديت تدخل فيها في بعضها راهي هذيك تولي حاجه اخرى. انا قلت لك اذا ما تدخلتش الايادي البشريه كل حاجه تجي من النحله راهي حر. هذا هو هذا هو. وقصة غرام كبيرة كما تسمعوا، هو راو في ألو أغرو نسمعوا المهنيين قبل كل شيء، والكلمة اليوم والتفاعل لكم انتم زيادة. مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لديوانا فيها مع الفيسبوك وإلى على 31 328 330. فقرتنا اسمها جوستمون ألو أغرو. تحية كبيرة برشا ليك هلا أبو بكر اللي كانت معنا اليوم الصباح، فلاحة ومربية نحل، وسمعتوا كيفاش بالحق عملت من الضعف قوة، وقصة مزيانة برشا، وحكايتكم ديما معنا تونسنا وترافقنا وناخذوا منها العبرة زيادة في صباحنا ويكاند على الكيف. وقلت لكم ساعتنا هذه باش نوصلوها مع الشباب اللي يخدموا اللي يثابروا اللي يقدموا الإضافة لبلادهم. مرحبا بكم معنا ويكاند.